السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. كيف حالكم؟ إن شاء الله هلا رح نكمل شرح، رح نشرح محاضرة خمسة إن شاء الله بربع ساعة تلت ساعة بالكتير. هلا عشان تفهموا محاضرة خمسة شوي لازم هيك يكون عندكم خيال واسع. ترى هاي المحاضرة كتير سهلة، كتير كتير، يعني بصراحة أنا أكثر محاضرة بكون مستمتعة وأنا بشرحها بين كل المحاضرات هي هاي، تمام؟ فبس بدها هيك حدا شوي إيش أحكي لكم مركز معي. هلا لنفترض إنه أنت والله هيك قاعد حسيت إنه أنت والله نصحان وقمت على الميزان تتوزن. هلا لما تقوم مثلا على الميزان، والله تخيل إنه الميزان أعطاك إنه وزنك 60، أوكي؟ بعد 5 دقايق اجيت وزنت لقيت حالك 95، بعد 5 دقايق والله اجيت لقيت وزنك 20، هل هذا الميزان ظابط؟ لا، صح؟ طبيعي. فهذا هو اللي رح يكون عنوان محاضرة اليوم، انه انا بدي اجيب ادوات او بشكل عام يعني اي تيست بالحياة، بدنا نشوف قديش هو سبيسيفيك، قديش هو ريلايبل، وقديش هو سنسيتيف، وهاي المصطلحات كلها اللي رح نتعرف هلا عليها بالمحاضرة. بس بشكل عام هي عم تحكي عن السكريننج اللي هي الفحوصات بشكل عام، كيف انه احنا هاي الفحوصات بنشوفها دقيقة مش دقيقة، زي موضوع الميزان هون. انا لما اطلع مره الاقي وزني 60، مره 20، مره 95، اكيد طبعا شو رح يكون هذا الموضوع مش صح. برضو كمان مثلا نفترض انه انت اجيت يوم من الايام حكيت خليني اشيك على السكر عندي، وجابوا لك جهاز هذا فحص السكر، وانت جيت هون ومديت اصبعك وفحصنا لك السكر تاعك، وطلع انت والله عندك سكري. بعدين رحت انت خفت ومسكت حالك ورحت على المستشفى، ولا هناك فحصوا لك بجهاز زي العالم الناس واكتشفت انه انت ما عندك سكري. فهون تحكي هذا الجهاز سيء، صح ولا لا؟ فاحنا هذا هو اللي عم نحكي عنه بهذه المحاضره، اللي هو عنوان الفاليديتي اللي هلا رح نحكي عنها بالتفصيل. شو يعني فاليديتي؟ لا التست بشكل عام هي الابيليتي اوف تيست تو ميجر وات از انتندد تو ميجر، يعني اللي هي الابيليتي تو سيبريت ذوز هو هاف ذا ديزيز فروم ذوز هو دونت، يعني هو قدره الجهاز او قدره الاختبار التست على انه يفصل بين الناس المصابين والناس المش مصابين. هذا الشيء انا بسميه فاليديتي، ماشي؟ ومنه بينطلق مصطلحات ثانيه للتست هلا بنحكي عنهم، اللي هم السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي والاكيورنس. بس بشكل عام شو يعني مصطلح فاليديتي؟ يعني هل هذا التست، هل هذا الفحص فاليد ولا لا؟ لما انا احكي والله هذا الجهاز فاليد او هذا الفحص فاليد، فاليد معناها عنده قدره كتير كبيرة على التمييز بين المصاب والمش مصاب، وعنده little systemic error، ما عنده كتير أخطاء بهذا الجهاز أو بهذا التست. فلما يكون الجهاز تاعي منيح بيفحص صح، أو التست هذا بيفحص صح، فهذا أنا بسميه valid test، يعني هو كان separate those who have the disease from those who don't have the disease. okay؟ طب هلا مصطلح validity كيف أنا بحكم طيب هذا الجهاز valid ولا لا؟ بناء على 3 شغلات، بناء على السنسيتيفيتي لهذا الفحص، والسبيسيفيسيتي لهذا الفحص، والبريدكتيف اكيورنسي لهذا الفحص. شو يعني هدول؟ السنسيتيفيتي هي قدرته على تمييز الحالات الصحيحة البوزيتيف، أما السبيسيفيسيتي هي قدرة الجهاز على تمييز الحالات اللي مش مصابة، والبريدكتيف أكيورنسي هاي حسب المجتمع، يعني هل المجتمع منتشر فيه هذا المرض، هل البريفيلانس، مصطلح البريفيلانس هون كتير مهم، تاع هذا المرض بهذا المجتمع كبير ولا لا، فهاي حسب البريفيلانس بالمجتمع اللي أنا فيه، تمام؟ فهدول الثلاث مصطلحات لما انا اطلع عليهم بقدر يعني اقرر انه هذا التست فاليد ولا لا، تمام؟ طيب كيف نحفظها يا سندوس؟ انا من انا قدكم يعني قبل سنتين، هلا كيف حفظها؟ سنسيتيفيتي، سن سندوس، انا هيك حفظها. هلا السنسيتيفيتي بتقدر تميز الحالات البوزيتيف، فانا حافظه انه سندوس انت حدا ايجابي، فسنسيتيفيتي سندوس شيء ايجابي، يعني هو بيميز الحالات شو البوزيتيف، فهمتوا كيف؟ انا هيك حافظها، تمام؟ فالسنسيتيفيتي بتميز الحالات البوزيتيف، قدره الجهاز انه يحكي انه في مريض بوزيتيف، عندك سكر، عندك ضغط، عندك انت حامل مثلا او وات ايفر، فلما التست قدرته قديش هو عن جد بيميز الحالات البوزيتيف، هاي هي السنسيتيفيتي. اما السبيسيفيسيتي قدرته قديش بيميز الحالات النيجاتيف، يعني قديش هو عن جد بيكون دقيق لما يحكي هاد ما مع ضغط، هاد ما مع سكري، ما معه ما معه ما معه، تمام؟ فقدره الجهاز على انه يحكي او قديش هو دقيق لما يحكي انه الحاله نيجاتيف، هاي هي السبيسيفيسيتي. والبريدكتيف اكيورنسي هاي حسب المجتمع، يعني انا مثلا لو الجهاز طلع لي انه النتيجه بوزيتيف بس انا المجتمع كله ما في عنده هذا المرض، معناها البريدكتيف اكيورنسي بيكون قليل. بس نفترض انه الجهاز اعطاني انه النتيجه بوزيتيف لمرض اكثر من نص المجتمع عندهم هذا المرض، معناها بالعاده اه هذا شو اسمه هذا الجهاز اموره تمام، فهمتوا كيف؟ فهدول الثلاثه هلا رح نسحقهم، رح نبلش نحكي فيهم بالتفصيل. فخلينا نبلش اول واحد مين؟ السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي هي the ability of screening test to correctly identify those who have the disease، يعني البوزيتيف شو البوزيتيف ريزلت، ماشي؟ يعني قديش هو قادر انه يلقط الناس اللي جد هم مصابين، تمام؟ ف sensitivity is the proportion of people، نسبة الناس with the disease اللي عندهم المرض in the screen population، بالpopulation اللي انا عم بفحصهم، who are identified as ill، يعني الناس اللي انا لما افحصهم وبطلع عن جد هم بوزيتيف قديش هدول شو نسبتهم. هلا بالنسبة لهاي الشغلات الحساب هيني رجع لها، تمام؟ هلا بالنسبة للسبيسيفيسيتي وضحت لكم انا معناها، هي معناها انه قديش الجهاز بيقدر يكشف الحالات النيجاتيف، يعني
100 واحد فحصوا، 50 ما كان عندهم ضغط، قديش قدرته انه يعرف انه هدول ال 50 ما عندهم ضغط مثلا؟ هاي انا بسميها سبيسيفيسيتي، انه هو ايدنتيفاي ذوز هو دونت هاف ذا ديزيز. فالسنسيتيفيتي بتلقط الحالات البوزيتيف، السبيسيفيتي بتلقط الحالات النيجاتيف. اوكي تمام، هلا بنيجي على هدول، بس خليني لا اوضح لكم موضوع الحسابات. هلا يا اعزائي عشان اريحكم موضوع الحسابات هذا اللي مجالكم راسكم، دائما احنا بيكون في عندنا هذا الجدول، هذا الجدول طبعا بالامتحان لازم يكون معكم ورقه وقلم ولازم ترسموه بالامتحان. تمام، هلا هون بوريني التست بوزيتيف وهون التست نيجاتيف. يعني مثلا انا لنفترض عملت فحص ماشي، وهذا الفحص زي ما تحكوا بدي اشوف انا النتائج تاعته مقارنه مع الجولد ستاندرد. هلا شوف الجولد ستاندرد هذا هو اللي نتيجته اكيده 100%، تمام؟ فهذا ما عليه حكي، هذا 100% صح القياس، بس انا اللي بدي افحصه هو هذا التست اللي هو مرات بيهبد، فهمتوا كيف؟ فانا هون عم بقارن بين نتائج فحص اكيد 100%، بدي انا زي ما تحكوا بناء على نتيجه الفحص ال 100% اشوف التست هذا هل هو شغال صح ولا لا، فهمتوا كيف؟ فمثلا بتصير الدكتوره بالامتحان تحكي لكم انا عندي 800 مريض 100 منهم مصابين، بس التست حكى لي انه 80 فقط مصابين، فال 80 هذول هم بيكونوا شو؟ الترو بوزيتيف. خليني اوضح لكم، انا بقترح انه نشوف مثال. تمام، بدي اوريكم مثال يا اعزائي وبناء عليه رح نفهم ورح نصير نعرف نعمل هذا الجدول. اوكي طيب شوف، هي هذا المثال بدي اقراه انا وياكم ونيجي هون ثواني شوي بدي اضيف صفحه وانا وياكم نعرف كيف نعمل هذا الجدول. تمام طيب، هي انا جبت السلايد عندنا هون علشان نقدر هيك نتمعن فيه منيح. هلا السؤال هيك رح يصير يجيكم بالامتحان، هي هون بيحكوا لنا انه ذا ستدي واز كاريد 18 مرأة حامل، 18800 بريجننت وومن، 800 وحدة حامل ماشي. هلا راح بدهم يشوفوهم اذا عندهم انيميا ولا لا. بيحكوا لنا اوف ذيس 800 بريجننت وومن 440 واز كونسيدرد انيميك، يعني هذول 100% معهم انيميا، فهمتوا؟ ما تسالون عن فحص، خلص هذول 440 اعطاك معلومه انه انا في عندي 440 على الاكيد هم بس اللي معهم مين؟ انيميا. طب باقي 800 خلص بديهيا ما معهم انيميا، فهمتوا كيف؟ فانا هون في عندي 800 مرأة حامل، من ضمنهم 440 شو مالهم؟ معهم انيميا. اوكي طيب، هلا هذا هو بناء على مين؟ بناء على الاشي الستاندرد. اوكي حلو طيب نكمل. هلا رحنا عملنا لابراتوري تيست، عملنا فحص، بدنا نشوف السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي تاعته. هذا الفحص شو راح عمل؟ راح حكالي انه انا عندي 230 مرأة من هدول عندهم انيميا، يعني هو لقط من ال 440 فقط 230، فهمتوا كيف؟ طيب شو عمل برضه كمان هذا؟ يعني هو لقط 230 وما لقط 210، تمام؟ ليه؟ لأنه 440 ناقص 230 قديش؟ 210، فهون هم المصابين بالأنيميا 440، اللي هو أعطاني نتيجة بوزيتيف إلهم قديش كانوا؟ 230، واللي هو أعطاني نتيجة نيجاتيف إلهم مع إنهم هم بوزيتيف ماشي، هدول كم هم؟ 210، تمام؟ فركزوا معي، المصابين كلهم قديش؟ 440، اللي هو لقطهم انهم بوزيتيف كانوا بس 230، فهدول انا شو بسميهم؟ بسميهم ترو بوزيتيف. اوكي انهم هم لقطهم وهم عن جد مصابين. طيب هدول الناس، هدول هم مصابين صح ولا لا؟ بس هو فحص مش نافع مش منيح فهو طلعهم نيجاتيف، تمام؟ فانا هدول شو بسميهم الجماعه؟ فولس نيجاتيف. ليش؟ لانهم هم نيجاتيف بس غلط، النتيجه غلط، يعني هو الفحص طلعهم نيجاتيف بس هم بالاساس بوزيتيف، فهمتوا كيف؟ فالفحص يا اعزائي اول شيء هو شمل 800 مرأة حامل ماشي، سيبنا من 800 حكوا لنا انه احنا في عندنا 440 100% معهم انيميا، بهذا الفحص بس لقط لي 230، فال 230 حسب هذا الفحص انا بسميهم ترو بوزيتيف، وفي 210 هو نسيهم، فهذول انا بسميهم فولس نيجاتيف، انه هو طلعهم فولس، انه هو طلعهم نيجاتيف، بس هم مش نيجاتيف، هو فولس نيجاتيف، هم بالاساس بوزيتيف، فهمتوا كيف؟ تمام. فانا ببلش اعمل بالجدول. هلا الجدول انا كيف بعمله؟ ركزوا معي، في عندي طريقه حلوه لكم. هلا اول شيء انا بدي اسمي الخانات، هاي اسمها A B C D، تمام؟ هلا هاي الخانه هذه الاولى ماشي هيك، هاي دائما بكون فيها بوزيتيف ماشي، ها بدي اغير اللون شوي بس. هاي دائما بتكون بوزيتيف بوزيتيف ماشي، واللي تحت دائما بتكون نيجاتيف نيجاتيف ماشي. وفي عندنا برضه كمان يا اعزائي هون بنحكي ترو نيجاتيف، تحت بنحكي نيجاتيف لا ثواني لا لا فوق بنحكي ترو فولس، وتحت بنحكي فولس ترو، تمام؟ بعدين بنبلش نعبي فيهم. هلا احنا هلا من السؤال شو لقطنا؟ الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف، تمام؟ فبنبلش نعبي فيهم. الترو بوزيتيف قديش حكينا؟ 230. طيب الترو نيجاتيف قديش حكينا؟ 210. حلو، هلا خلينا نكمل. هلا السؤال، خليني بس امحي كل هالخربيش. هلا السؤال نرجع نقراه ونركز فيه منيح، حكالي انه انا عندي 800
ومن ضمنهم بس 440 معهم انيميا. بديهيا يعني انا في عندي 360 ما معهم انيميا 100%، تمام؟ هلا هذول ال 360 اللي ما معهم انيميا، تمام؟ راح هذا التست شو حكى؟ انه هاي بيحكوا لنا ذي ليبلد 55 اوف ذا نون انيميك از انيميك، يعني شايفين هذول ال 350 هو اعتبر 55 منهم انهم هم معهم انيميا، يعني هذول ال 55 طلعهم بوزيتيف، بس بوزيتيف هم مش بوزيتيف، هم فولس بوزيتيف، يعني هم مش بوزيتيف بس هو طلعهم فولس بوزيتيف، فهمتوا كيف؟ تمام. فعشان هيك هذول بحطهم وين؟ عند الفولس بوزيتيف، انهم هم قديش؟ 55 شخص هو طلعهم بوزيتيف مع انهم هم مش بوزيتيف، اوكي؟ تمام. وبس، والباقيين هو طلعهم نيجاتيف، فبشكل عام النيجاتيف كلهم مع بعض هيك هو قديش طلعهم؟ اللي هم الناس اللي جد هم نيجاتيف وهو جد طلعهم نيجاتيف، هلا الناس اللي جد هم نيجاتيف 360، بس اللي جد هو بس اللي بهذا الفحص طلعوا نيجاتيف 360 ناقص كم؟ 55، قديش بتطلع؟ 301، سوري 305، اوكي 305، تمام؟ فبنيجي هون شو بنحط؟ 305. فهمتوا كيف صارت؟ هلا انا لو بدي اجي اطلع على هذا الجدول هون بيطلع لي النتائج تاعت الفحص اللي طلعهم هو بوزيتيف، اللي طلعهم بوزيتيف 330 هم عن جد بوزيتيف، و55 هو طلعهم بوزيتيف بس هم مش بوزيتيف، فهمتوا كيف؟ و210 هو طلعهم نيجاتيف مع انهم هم مش نيجاتيف، و305 هو طلعهم نيجاتيف مع انهم جد نيجاتيف، فهمتوا كيف؟ فبس انا طالما صار في عندي هذا الجدول خلص انحلت كل مشاكلي، خلص هيك بقدر اطبق المعادلات كلياتها زي ما بدي. فمثلا اذا الدكتوره حكت لي والله احسب لي السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي بروح على قانونها، قانونها يساوي A على A زائد C، بروح بحسب، بحكي 300 على 300 سوري بحكي 230 على 230 زائد 210، فهمتوا كيف؟ بس بطبق تطبيق مباشر للقانون. طيب لو حكت لي بدي السبيسيفيسيتي عادي بطبق القانون، السبيسيفيسيتي تساوي بي على بي زائد دي مثلا، خلص بروح بعوض وهكذا، فهمتوا كيف؟ المهم اني انا اعرف كيف اعمل الجدول تاعي، تمام؟ فهل هذا الجدول صح؟ خلينا نروح نشوف على السلايدات ثواني شوي، هل طلع معها مع الدكتوره نفس الجدول تاعي ولا لا؟ ثواني شوي. اوكي هي الجدول احنا تاعنا، ثواني، وهي الجدول تاع الدكتوره. هلا الترو بوزيتيف طلع عندها 230، وال الفولس نيجاتيف طلع 210. هلا احنا طلع عندنا 230 و210، يا سلام 230 و210. طيب هلا عندي الدكتوره الفولس بوزيتيف 55 والترو نيجاتيف 350، فهل احنا طلع معنا 55 و305؟ 55 و305، تمام؟ فاحنا الجدول تاعنا صح. هلا بس بضل لما الدكتوره تطلب منا اي شيء حل، يعني مثلا اعطوني السنسيتيفيتي سبيسيفيسيتي ابصر شو، بطبق تطبيق مباشر للقانون. فهي انا عندي هون السنسيتيفيتي معادلتها اللي هو A على A زائد C، تمام؟ والسبيسيفيسيتي B سوري D على B and D، تمام؟ فاحنا كيف نحفظها؟ نحفظ انه انا هيك بقيس السنسيتيفيتي، تمام؟ وهيك بقيس السبيسيفيسيتي، تمام؟ هلا السنسيتيفيتي من فوق لتحت والسنسيتيفيتي من تحت لفوق، فهمتوا كيف؟ فلما الدكتوره تحكي لي احسب لي السنسيتيفيتي بحكي A على A زائد C، اما لما تحكي لي احسب لي السنسيتيفيتي بحكي لها D على B and D، فهمتوا كيف؟ كثير سهله. هلا العدد الرقم اللي بيطلع معي السنسيتيفيتي بتميز لي او بتحسب لي قديش هو الفحص بيميز لي الحالات البوزيتيف، اما السنسيتيفيتي قديش هو بيطلع لي او بيميز لي الحالات النيجاتيف زي ما حكينا، تمام؟ طيب هلا زي ما احنا حكينا بالجدول مرات رح يكون في عندي شغلات فولس بوزيتيف وشغلات فولس نيجاتيف. الفولس بوزيتيف اللي هي الشغلات اللي الفحص بيطلعها بوزيتيف مع انها هي بالاساس مش بوزيتيف، يعني انت عم تحكي لانسان انت مريض وهو مش مريض، تمام؟ اما الفولس نيجاتيف انه انت عم تحكي لانسان انت مش مريض مع انه هو مريض. فانت عشان ما تنسوها في هاي صوره انا بتصرفهم اياها بصراحه من عندي لاني انا بحبها، هاي هي انه مرأة حامل مبين انها حامل، هاي شو بتحكي لها الدكتوره؟ يو ار نوت بريجننت. فهاي شو؟ فولس نيجاتيف، انا عم بحكي لها انها نيجاتيف انها مش حامل مع انها هي حامل، فهاي شو احنا اسمها فولس نيجاتيف، تمام؟ اما هاي فولس بوزيتيف، شو يعني؟ يعني انا عم بحكي للزلمه انه هو حامل، طب هو الزلمه بيحمل؟ لا طبعا، بس هون فولس بوزيتيف، يعني انا طلعته بوزيتيف بس هو فولس هو مش بوزيتيف، فهمتوا كيف؟ تمام. ففي عندي انا اكيد رح يكون اضرار اني انا احكي لمرأة انه انت مش حامل مع انها هي حامل، او احكي لواحد انت مش مريض مع انه هو مش مريض، فهذولا هيهم بتلخصوا بهون انه انا رح اذا واحد حكيت له انت مش مريض او انت نيجاتيف مع انه هو بوزيتيف، هون انا ري اشورنس يعني رح اطمنه مع انه هو مريض، يعني ممكن مريض سرطان انا احكي له انت ما مالك شيء وهو مريض سرطان مثلا. برضه كمان احنا هيك تجاهلنا الساينز والسمبتومز تاعونه، حرمناه من العلاج، وبرضه كمان ديتيريوريت اوف اوفر اول هيلث، كل صحته لقدام رح تتراجع، ليش؟ لاني انا حكيت له انه انت نيجاتيف مع انه هو حرام بوزيتيف وهو مصاب ومريض، تمام؟
على العكس من ذلك اللي هو الفولس بوزيتيف، اني انا احكي لمريض انه انت مصاب وهو مش مصاب، هلا هون لا بكون مصيبه. ليش؟ لانه رح يصير في عنده ايموشنال تروما، رح تحكي له مثلا انت معك سرطان وهو ما معه، او انت معك سكري وهو ما معه، فهو بصير في عنده ايموشنال تروما، رح ينصدم زلمه. تمام؟ برضه كمان فيردر تيستينج وذ لونج اند اكسبنسيف تيست، رح يصير يعني يضيع من وقته ويعمل فحوصات ويدفع مصاري وهو اساسا مش مريض. تمام؟ برضه كمان ممكن انه احنا يصير ديسكومفورت انكزايتي، رح يتضايق، رح يمرض، رح يعصب، burden of health facilities راح يصير كثير يعني مرهق للخدمات الصحية وهو ما ماله إشي. وبرضه كمان difficulty to deal labeling، يعني أنا لما أحكي له أنت معك سكري وبعد أسبوعين أحكي له لا والله إحنا طلعنا مخربطين الجهاز تاعنا مش منيح، ما بزبط، هو خلص راح يضل عنده قناعة إنه هو معاه سكر. تمام؟ أو بحكي لك هم مش عارفين شغلهم، راح يبطل في ثقة بالنظام الصحي. تمام؟ أوكي، فهون في عنا هدول المعادلات، الـ sensitivity هي معادلتها، الـ specificity هي معادلتها، كيف نحفظها؟ حكينا الـ sensitivity A على A زائد C، أما الـ specificity D على دي زائد بي. تمام؟ هلا في عندنا شغلات ثانيه مرات ممكن يطلبوا انه احنا نحسبها، اللي هي الفولس بوزيتيف ريت. هلا الفولس بوزيتيف ريت هي هاي معناها بي على بي زائد دي، يعني عكس مين؟ السنسيتيفيتي. وفي واحده اسمها فولس نيجاتيف ريت، هاي سي على سي زائد اي. فهمتوا كيف؟ فنعيد مع بعض، سنسيتيفيتي اي على اي زائد سي، طب سبيسيفيسيتي دي على دي زائد بي. طيب فولس بوزيتيف ريت لا، هون بحكي بي على بي زائد دي، اما الفولس نيجاتيف ريت سي على سي زائد ايه. تمام؟ في عندنا برضه كمان معادله للاوفر اول اجريمنت ريت، او اللي هي الري الريبيتابيلتي، هاي كيف احنا بنقيسها؟ اي زائد بي، سوري اي زائد دي على اي زائد بي زائد سي زائد دي. تمام؟ فالري ريبيتابيلتي هاي معادلتها اي زائد دي على اي زائد بي زائد سي زائد دي. تمام؟ وفي عندنا برضه كمان شيء اسمه المس كلاسيفيكيشن ريت، هاي كيف انا بحسبها؟ بي زائد سي على اي زائد بي زائد سي زائد دي. تمام؟ انتوا هيك احفظوها، سيبكم من الكلام العميق وماذا تعني كل معادله اوكي فهمناها خلص، اهم تنتين تفهموها سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي، الباقيين كل واحده شو بتشير وشو معناها وبصر شو ما بهمكم، بس بهمكم تحلوها بالامتحان اذا اجت. تمام؟ وانا فهمتكم كيف، اهم شيء اهم شيء بالامتحان كله انكم تعرفوا تعملوا الجدول، وانا بصراحه شرحت لكم اياه. تمام؟ اوكي. تمام. هلا تيست فور كونتينيوس فيريبل، مرات النتيجه ما بتكون بوزيتيف او نيجاتيف، يعني ما بتطلع هيك، لا مرات بيطلع النتيجه ارقام، يعني مثلا فحص السكر، فحص الهيموجلوبين، فحص مش عارف شو، هلا هاي الشغلات بتطلع ارقام. تمام؟ هلا لما يكون النتيجه بتطلع عندي بالارقام، مثلا الانيميا، انا بصير شو احكي؟ والله الفيميل اذا اكثر من 11 ما معها انيميا، اذا اقل من 11 معها انيميا، مثلا السكري اذا فوق ال 126 معناها هذا غالبا معه سكري، اذا تحت ال 100 هذا على اكيد ما عنده سكري، وهكذا، اذا هو بين ال 100 وال 126 هذا بكون بري دايابيتك، وهكذا، فهاي الشغلات. او مثلا الضغط، انا اذا فوق ال 140 على 90 هون ببلش اخاف يصير عنده ضغط، اذا فوق ال 150 على مثلا 95 هون هو ستيج 1 هايبرتنشن. هلا هاي الارقام كلياتها هي انا ما بتعطيني بوزيتيف نيجاتيف، لا هون انا عم بشوف ارقام. تمام؟ فانا مثلا عند الرقم 140 على 90 بشخص انه المريض مريض ضغط، هذا الرقم اللي هو 140 على 90 اللي انا بشخص عنده مريض الضغط شو اسمه؟ كت اوف بوينت، ماشي؟ كت اوف بوينت او كت اوف ليفل. تمام؟ فهذا انا متى بستخدمه؟ للشغلات او الفحوصات اللي ما بتطلع عندي بوزيتيف ونيجاتيف، لا هون بتطلع عندي ارقام. تمام؟ هلا الارقام دائما بالببليك هيلث بالكوميونتي لقدام بعلم الاحصاء وبالريسيرش، دائما الارقام انا بسميها كونتينيوس فاريبل. ليش؟ رح تفهموا بس تصيروا سنه خامسه قدي، بس الفكره بديش اياكم تدخلوا بالتفاصيل، دائما الارقام انا بسميهم كونتينيوس فاريبل، ماشي؟ تمام. فهذول بس انا بستخدم لهم مصطلح كت اوف بوينت عشان ما نضيع فكرتنا، بدنا نمسك حالنا وننزل تحت نحكي عن الكت اوف بوينت. شو هي الكت اوف بوينت؟ تعال بيحكوا لنا انه some disease comes in continuous variable، يعني بيكون الشيء اللي انا بقيسه شيء continuous variable، يعني شيء ارقام، ماشي؟ زي مين؟ السكر والضغط. حكينا السكر فوق ال 126 يعتبر مريض سكري، الضغط فوق ال 140 على 90 ببلش شو احكي انه هذا مريض ضغط، ماشي؟ ف in this case it is difficult to calculate sensitivity and specificity. هيك انا كيف بدي اقيس والله sensitivity و specificity؟ فبروح بعمل اختراع او مصطلح اسمه cut off point. شو يعني cut off point؟ يعني لو انا في عندي هنا البلد شوجر اللي هو سكر الدم، لنفترض هون هو كان مثلا 90 وهون هو كان مثلا 150. تمام؟ هلا اكيد اكيد المريض اللي عنده 150 السكر اكيد رح يكون مريض سكري، واكيد المريض اللي سكره 90 ما رح يكون مريض سكري، بس انا في عندي هون 100 وفي عندي هون 110 وفي عندي هون 120 وفي عندي هون 130، فانا عند اي مستوى بحكي هذا مريض سكر، هاي هي الكت اوف بوينت. وحسب المرض انا بخليها لتحت او لفوق. شو يعني؟ يعني لو انا حطيتها هيك، تمام، معناها انه كل اللي فوق هدول مرضى سكري. تمام؟ اما لو انا حطيتها هيك معناها بس اللي فوق هدول هم اللي معهم سكري، وكل اللي تحت ال 130 هدول ما معهم سكري، وهكذا. تمام؟ فهاي انا شو بسميها؟ cut off point. هلا
هاي انا كيف بحددها؟ حسب المرض. لما يكون مرض خطير بنزلها لتحت، بتكون لو كت اوف بوينت. ليش؟ عشان يزيدوا تشخيص المرضى، لانه انا السكر مش لعبه، الضغط مش لعبه، فبخلي الكت اوف بوينت قريبه كثير وقليله، تمام؟ واكثر كميه من الناس بصير هون شو؟ بصير يعني كثير ناس انا زي كاني شخصتهم، فهدول كثير بدير بالي عليهم، فهمتوا كيف؟ هاي هي اللو كت اوف بوينت. اما لما يكون مثلا مرض كثير منتشر مش مهم، وانا بديش اشخص كل الدنيا فيه، وبديش ازيد مثلا لعبه وازيد الناس اللي كثير عم تشخص وهم مش مصابين، فبعلي الكت اوف بوينت، بحيث انه اللي يتشخص ويكونوا كثير قلال، ويكون وضعهم كثير خطير، ويكون وضعهم كثير بده متابعه، فهمتوا كيف؟ فانا الكت اوف بوينت بحددها حسب المرض، يا اما بتكون لو كت اوف بوينت علشان انا ازيد عدد المرضى اللي بدي ادير بالي عليهم بالامراض الخطيره، او يا اما هاي كت اوف بوينت. متى هاي بتصير؟ لما يكون المرض مش خطير، فانا شو بس بدي الناس اللي وضعهم جاد انا اشخصهم، فبخلي الكت اوف بوينت عالي، تمام؟ هذا هو مصطلح الكت اوف بوينت، تمام؟ اوكي انا شرحت لكم اياه. هلا زي هون، هلا لما هون انا احط الكت اوف بوينت هيك، والاخضر هم الناس اللي مش مصابه، وكل اللي فوق هذول يكونوا ناس مصابه، تمام؟ فهون انا عملت ديتكشن للناس المصابه كثير، والناس اللي مش مصابه قليل، صح ولا لا؟ فمين هون اكثر، السنسيتيفيتي ولا السبيسيفيسيتي؟ انا اكثر لقيت الناس المصابه ولا الناس اللي مش مصابه؟ انا اكثر شيء اكيد هي كل هذول لقيتهم ناس مصابه، فهون السنسيتيفيتي عاليه بس السبيسيفيسيتي قليل، تمام؟ هلا هون هذا عكسه، لما انا يكون في عندي هاي كت اوف بوينت بكون هيك الكت اوف بوينت، فبس هدول هم المصابين وهدول كلهم مش مصابين، فعشان هيك انا اللي لقيتهم بوزيتيف قلال فالسنسيتيفيتي قليله، واللي لقيتهم نيجاتيف كتار فالسبيسيفيسيتي كتير، فهمتوا كيف؟ سهل. فعلشان هيك احنا هون بيحكوا لنا انه ديفرنت كت اوف بوينت ديفرنت سنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي، حسب قديش انا بكون الكت اوف بوينت عندي تحت ولا فوق، وقديش هو بيشمل كميه مرضى، هذا بكون هو قديش هو سنسيتيف وسبيسيفيك هذا التست، تمام؟ فبيكون لنا the cut point that identify more negative will also identify false negative. يعني انا لما كتير مثلا هون تمام شوي هلا لما انا كتير هون اعمل مثلا detection، والله حكيت انه هدول كلهم negative، معناها اكيد رح يكون كتير منهم false positive false negative، وكتير منهم رح يكون false positive sorry true negative. يعني مثلا انا هون حكيت انه 90% منهم negative، فاكيد في منهم عن جد نيجاتيف، بس لا تنسى انه في كميه منيحه رح تكون فولس نيجاتيف، يعني انهم هم مصابين وانت ما شخصتهم، فهمت كيف؟ بس ممكن انت والله تحكي مثلا هذا مرض مش مهم، انا بس بدي الحالات السيريس، فهون في فولس نيجاتيف، يعني في ناس مش مصابين، سوري في ناس مصابين وانت شخصتهم مش مصابين، هذول هم يعني برضو كمان حرام هون رح يروحوا، تمام؟ اوكي، فهذا هو المقصود بهاي النقطه، انه كثير انا في عندي هون نيجاتيف ترو نيجاتيف، بس برضو كمان رح يصير في عندي زياده بالفولس نيجاتيف. نفس الشيء هون، هون انا لما احكي انه والله يا اعزائي هدول كلياتهم مصابين وبس هدول مش مصابين، فاكيد هون انا في عندي كميه محترمه بوزيتيف، هدول البوزيتيف يا اما بكونوا ترو بوزيتيف عن جد هم مصابين، او بكونوا فولس بوزيتيف، يعني هم انا شخصتهم انهم مصابين بس هم يا حرام مش مصابين ولا شيء. يعني مثلا زي الناس اللي بكونوا هون، ممكن هدول احكي انهم بوزيتيف بس حرام هم لا مش بوزيتيف، يطلعوا فولس بوزيتيف، يعني انا احكي لهم انهم مصابين وهم لا مش مصابين، تمام؟ فبالعادة الأمراض الخطيرة أنا بحط لها low level، والأمراض المش خطيرة بحط لها high level زي ما شرحت لكم. أنا سوري والله تأخرت عليكم بالفيديو، بس يعني طولته شوي بس عشان هاي المحاضرة مهمة وبدها فيها هيك، تمام؟ طيب هلا في عندنا مصطلح برضو كمان يا أعزائي مهم اسمه ال predictive accuracy or value. شو يعني هذا الحكي؟ مثلا لنفترض إنه أنا والله في عندي تيست كان يشوف لي مثلا مرض خلينا نحكي البريست كانسر، ماشي؟ أو بدي أحكي البريست كانسر، لا خلينا نحط مرة تانية، لنفترض أيام الكورونا، ماشي؟ أيام الكورونا لنفترض مثلا كانت كل الأردن مكورني بهذاك الوقت، كان الكورونا منتشر بطريقة رهيبة رهيبة رهيبة، ماشي؟ وطلع مثلا النتيجة بوزيتيف، هل أنا بحكي ييش وهالفحص هذا سيء؟ لا مستحيل مستحيل يكون الواحد معه كورونا، لا عادي، ما أنا هلا بموسم أساسا بانديميك، فعادي بحكي إنه أنا البريدكشن تاعي إنه والله هو صح، لأنه أساسا المجتمع مصاب هلا، ماشي؟ بس لو والله مثلا هلا يجيني واحد مثلا عنده سمول بوكس، ماشي؟ طب ما السمول بوكس هذا مرض عملنا له إيراديكيشن من العصر الحجري، مش من العصر الحجري يعني من كم سنه، من 20 سنه 30 سنه، بس الفكره انه هذا مش موجود المرض، فانا لو عملت له فحص جديد مثلا وطلع بوزيتيف بحكي لا شو ما هذا فحص اساسا انا مش متاكده منه، السمول بوكس عملنا له إيراديكيشن من زمان، فلا طبعا انت غلط. هذا البريدكشن تاعك توقعي حسب المجتمع وحسب الواقع اللي انا عايشه فيه، فهمتوا كيف؟ فمثلا البريست كانسر كثير منتشر عندنا بالمجتمع، فلو يطلع بوزيتيف عادي ما بستغرب، بس لو مثلا زلمه يطلع معاه بريست كانسر لا هون انا بشك، بحكي والله البريفلنس انا عندي لهذا المرض عند الزلام قليل، فعشان هيك البريدكشن تاعي حسب المجتمع تاعي بحكي لي انه لا والله غالبا هذا مش مريض. فهذا الاشي مين اللي بيحدده يا اعزائي؟ بكل بساطه اللي بيحدده هو البريفلنس، تمام؟ فاحنا رح ننزل هلا نحكي عن البريفلنس، بس قبل بدنا نحكي عن موضوع البريدكتيف اكيورنسي. شو هي البريدكتيف اكيورنسي؟
هي قديش توقعي للموضوع حسب البريفيلنس. فتحت رح ننزل نحكي عن البريفيلنس، تمام؟ فبكل بساطه هون في عندي انا البوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو، تمام؟ انه هل انا بتوقع انها هي بوزيتيف ولا نيجاتيف بناء على شو؟ بناء على البريفيلنس، تمام؟ فهون حكي سهل، قرؤوا انتم لحالكم، بس لاني انا كثير طولت بالفيديو خليني بس احكي لكم عن البريفيلنس. هلا بشكل عام اذا كان البريفيلنس لمرض معين عالي وطلعت عندي نتيجه بوزيتيف، معناها انا بزيد البوزيتيف بريدكتيف فاليو، معناها جد هذا التست بكون صح، وصح شخصت المريضه انها والله صح معها هذا المرض. فهمتوا كيف؟ لانه اساسا منتشر. بس لنفترض انه ديكريز بريفيلنس، يعني مرض ما له بريفيلنس بهذا المجتمع وما في اصابات فيه، وكونديشن از انكومن، يعني مرض كثير نادر، وطلع بوزيتيف، معناها النيجاتيف تيست انديكيت نو ابنورمالتي. خلص اذا طلع النتيجه نيجاتيف بسكت وما برجع بعيد التحليل، لانه اساسا المرض هو مش منتشر، تمام؟ اخر مصطلح اليوم بدنا نحكي عنه اللي هو موضوع الريابيليتي، ريلايبيليتي، اللي هي شو معناها؟ انه هلا لو ضليت قايد الفحص رح تضل نفس النتيجه. هذا نفس المثال اللي حكيت لكم اياه قبل شوي، لو انا جبت ميزان وهلا طلع وزني 60 وبعد ساعه 70 وبعد ساعتين 55، هلا هون هو اكيد مش ريلايبل، يعني لا يمكن الوثوق به. فهمتوا كيف؟ بس فهذا هو شو يعني ريلايبيليتي، يعني ات مينز ذات اول ريزلت اوف ذا تيست شود بي سيميلر، لازم كل الفحوصات تكون صح، يعني مش انه قيس ضغطي هلا يطلع 130 على 90 وكمان شوي يطلع 100 على 80 اذا طالع نازل، اكيد ضغطي انا ما بيطلع وينزل، اكيد الجهاز هو اللي فيه غلط، فهذا جهاز او تيست بكون مش ريلايبل. طيب شو اسباب الاختلاف اذا كانت المشكله مش بالجهاز نفسه؟ ممكن يكون انترا سبجكت variation، يعني اختلاف الشخص الذي يجري الفحص، او انترا اوبزرفر فاريشن، يعني اختلاف الوقت، او انتر اوبزرفر فاريشن، اختلاف الطبيب الذي يقرا الفحص، تمام؟ فيا انترا سبجكت او انترا اوبزرفر او انتر اوبزرفر فاريشن، تمام؟ هم اللي بيكونوا عملوا لي الاختلاف بنتيجه التحليل. ام سوري تاخرت عليكم، بس حاولت اشمل اهم الافكار. طبعا انتم بتعرفوني شرحي كثير بكون بتفصيل اكثر من هيك بالعاده، وكثير بتعمق، ولو معي وقت كثير حابه احل معكم امثله، بس بصراحه ما بدي الفيديوهات كثير يكونوا طوال عشان انتم تحضروهم، تمام؟ اي حدا بده مني اي مساعده اي سؤال ما تترددوا وابعثوا لي، وضلكم حلوا كثير 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 امثله على هاي المحاضرة، تدربوا تعملوا جداول، مش أول مرة تروحوا تعملوا جدول بالامتحان ما رح يفيد وقتها، من هلا تدربوا واخلطوا وتمرنوا وشوفوا أسئلة وأسئلة سنوات وتستات، بعدين بالامتحان تكونوا إن شاء الله جاهزين لهذا الحل ولهي المحاضرة، يعطيكم ألف عافية، سلام.